الليلة شيء جديد. الكورة قعدت 20 سنة تحضيراتي تعودت عليها، بس الليلة فرق كبير. مبسوطة، متحمسة، قلقانة. قلقانة علشان الحدث ضخم، وأنا شخص بيشعر بالمسؤولية بزيادة، بحب إن تبقى كل حاجة دقيقة. الليلة إحساس جديد قاعد أحسه. إذا بنجي للمقارنة بين كرة القدم وبين حفل زي جوي أوردز يختلف كثير. روتيني ما بيتغيرش قبل أي مهرجان أو برنامج أو حفل. بحضر كويس، أنا من النوع اللي بيحب يذاكر. الليلة أكثر أمور ركزت عليها محاولة التقرب أكثر إلى الكاميرا. ياسر بلبس الرياضة ما بيفكر لشوية يعدل فطيونة يعني. الفستان تقيل قلقانة منه، بس أنا عاجبني.